الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إعطاء الزكوات والصدقات للجمعيات الخيرية وهي تقوم بإيصالها لمستحقيها، هل يكون في ذلك إجزاء؟ الصدقات الواجبة، الزكاة والنذور والكفارات، هذه واجبة في ذمك، لا تبرأ حتى تصل إلى مستحقيها، سواء توصلها أنت وإلا توكل من تثق به يوصلها، ولا تبرأ ذمتك تعطيها كل أحد، إنما تباشر أنت إيصالها أو توكل من تثق به في توصيلها إلى مستحقيها. نعم.